زميلتي إيمان منصورة، شكرا لضيفك الكريم. بالطبع نكون متواصلين مع حضراتكم على مدار اليوم أو بعد قليل الجلسة النقاشية والجلسة الافتتاحية الأولى لمؤتمر مكافحة الفساد اللي بترعاه هيئة الرقابة الإدارية بمشاركة 55 دولة إفريقية. مشاهدينا الكرام، حوارنا الثاني ممتد مع حضراتكم، هنتكلم فيه يمكن قريب شوية من نفس الموضوع، وهو التدريب المهني واللي بيشارك فيه دول إفريقية كتير وهيئة الجودة الألمانية وهيئة العربية. بالطبع الجودة والتعليم الفني وتطبيق على الواقع العمل، لأن ده في نهاية المطاف هيكون له علاقة بمكافحة الفساد، بالعوامل الاقتصادية، بالتنمية الاقتصادية في الدول الإفريقية وفي دولنا المختلفة. خلونا أرحب بضيف الكريم الدكتور محمد سمير محمود، الخبير في التعليم الفني والتعليم المهني. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على كل المشاهدين، أهلا بك. يمكن موضوعاتنا كتير النهاردة مختلفة ومتنوعة، في أثر كتير بالإضافة لما يدور في شرم الشيخ من مكافحة الفساد وتدريب الشباب وتأهيل الشباب. خلينا على الجانب الآخر، أو نقدر نقول الجانب المضيء أكثر، في التعليم الفني، جودة التعليم الفني. ده بيواكب انطلاق الدورة فعاليات المؤتمر الدولي اللي اختار عنوان بين التخطيط الدولي والتنفيذ الإقليمي. رؤية حضرتك للتعليم الفني والمنظور اللي احنا ممكن يعني نتحصل عليه جراء ان احنا بنهتم بالتعليم الفني وبجودة التعليم الفني. اولا صباح الخير. طبعا على الجانب الاخر، احنا في الوقت اللي فيه مؤتمر في شرم الشيخ عن الفساد، في دلوقتي واحنا بنتكلم بيفتتح النسخة السادسة من المؤتمر السنوي بتاع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. هيئة النسخة السادسة بتاع المؤتمر ليها أهمية خاصة السنة دي تحديدا، ده يمكن عشان سيد رئيس يمكن أعلن في أكتوبر اللي فات في المؤتمر القومي للشباب إن عام 2019 هو عام التعليم، وده بيتوافق مع رؤية مصر 2030، رؤية أصلا بتقوم على ثلاث محاور: الإتاحة والجودة والتنافسية. فإذا في موضوع الجودة موضوع مهم جدا للتعليم بصفة عامة وللتعليم الفني بصفة خاصة. هي أهم حاجة في مؤتمر أو حدث زي دون، أنا أعتقد إن هو إن ثقافة الجودة لم تعد مقصورة على الخبراء الجودة، ما عادش بس الجودة موضوع فني بيتكلم فيه الخبراء. أعتقد إن رجل الشارع النهاردة يهمه إنه يعرف يعني إيه جودة. أنا بمثل ده بمثال إن حياتك لما تروح تشتري أي مواد غذائية، حياتك بتهتم بتشوف تاريخ الصلاحية عليها، تاريخ الصلاحية والجودة المنتج نفسه، وبقيس ده مقابل للسعر، هل الجودة مقابلة للسعر ولا لا، بشوف ده وده. تمام يا فندم. حفاظا على صحة أبنائنا، أنا بحلم في اليوم إن ولي الأمر النهاردة يفكر في المدرسة أو الكلية أو المعهد اللي قدم فيه لابنه، قبل ما يفكر المعهد ده يدور الأول هو معتمد ومستوى الجودة في المعهد ده دي. ده يعني لا يقل عن ان انا ببص على تاريخ الصلاحية في اي منتج غذائي انا بشتريه. فدي ثقافة الجودة، ان احنا بناخد فرصة مؤتمر زي ده ان هي مهم ان هي تنزل لرجل الشارع العادي انه يفهمها. وانا يعني بشكر قناة النيل الاخبار ان هي يعني خدت الفرصة دي، وده منبر وفرصة كويسة ان احنا نوصل. هو ده دورنا حقيقي فعلا، ده دورنا ودور قناة النيل الاخبار، لانه اعلام تنويري بيحاول ان هو يقود ويقلق مسارات للمجتمع كي ينهض وكي تقوم المجتمعات والدول. تمام فن. بالنسبة حياتك لقصة التعليم الفني وتدريب المهني، طبعا هو دايما التعليم الفني وتدريب المهني مظلوم، لأن احنا دايما لما بيجي سيرة التعليم على طول يعني تفكيرنا بيروح للتعليم العام، علما بأن التعليم الفني وتدريب المهني دون على درجة كبيرة جدا من الأهمية، وفي فرص كتيرة جدا يعني للاقتصاد القومي. على سبيل المثال يعني أنا النهاردة لما بهتم بالتعليم الفني وتدريب المهني، أولا أنا بوفر فرص عمل للشباب، ولما بوفر فرص عمل للشباب بخفف مشكلة البطالة، وبالتالي الأمراض الاجتماعية المرتبطة بالبطالة زي الإرهاب وزي التطرف وزي الجريمة، معدلات الجريمة والفقر بتنخفض. مش بس كده، مش شرط أن الطالب يشتغل أجير، ممكن هو يفتح مشروع، وبالتالي كده أنا بشجع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال. حاجة كمان، أن أنا لما بهتم بالتعليم الفني والتدريب المهني أنا بحسن إنتاجية العمالة المصرية، دي بتنعكس مباشرة على الناتج القومي الإجمالي. طب خليني أسألك مباشرة، ليه الناس هربت من التعليم الفني؟ والله هي دي فعلا أنا كنت هتناول دي في التحديات. هو القصة في التعليم الفني والتدريب المهني هو الصورة الذهنية عن التعليم الفني والتدريب المهني. التعليم الفني والتدريب المهني عند الناس دايما إن هو second choice أو الاختيار الثاني بعد التعليم العام، اللي هو ما جابش مجموع فعايز يخش، معرفش يخش تعليم عام فبيخش تعليم فني، او ان هو مش قادر على تكلفة التعليم العام والدروس الخصوصية وما شابه، فدايما هو مظلوم ان هو سكن شوت. بس احنا دايما بنقول الصورة الذهنية للتعليم الفني والتدريب المهني هي ده عرض ولا المرض؟ هل هي المرض نفسه فانا اعمل يعني حملات توعية للناس عشان الناس تدخل ولاده، ولا في اسباب رئيسية خلت الناس تعزف عن ده؟ الاسباب دي موجودة. اول سبب فيها هو الجوده، هلف تاني وارجع، هي كلمه السر يعني النهارده، السبب والسر كلمه السر هي الجوده. تاني حاجه، ان الشخص نفسه بيخش تعليم فني هو مش هيقدر يكمل تعليمه الجامعي،
النهارده الدوله حلت ده، وانا لسه يعني من اسبوع وزاره التعليم العالي صدر قانون انشاء جامعات تكنولوجيه، 8 جامعات تكنولوجيه يقدر خريج التعليم الفني اللي حاصل على شهاده دبلوم انه يلتحق بالجامعات دي وياخد درجه بكالوريوس ثم ماجستير. بيلتحق بالمجموع ولا بيلتحق بدون مجموع؟ لا هو طبعا في مجموع بس التخصص لازم يكون فني. حلو. يعني هو ده احنا فتحنا المسار كده، اتفتح المسار لطالب التعليم الفني ان هو يستكمل. اقول لك بمنتهى الوضوح والصراحه، ليه بيكون في العزوف عن التعليم الفني؟ ليه دايما اللي معاه دبلوم عنده رغبه وعنده قدره وعنده ان هو عايز يكون معاه بكريوس او ليسانس او هي فيها جزء شويه وجاهه اجتماعيه. طيب اعالج ده ازاي يا دكتور؟ هي مش بس وجاهه اجتماعيه، فرص عمل. هو ان انا مثلا بخش خدمه العسكريه بيقضي سنه واحده، هو لما يجي يرتبط ويتقدم مثلا في الزواج لازم يقول ان انا معايا مؤهل عادي. هي دي واخده جزء كبير بصراحه. فانا النهارده حليت جزء المشكله ان انا فتحت له مسار ممكن يخش جامعه ويحضر لحد دكتوراه لو هو فني، دكتوراه مهنيه. فيبقى حته ان انا اغير التفكير بتاعه واغير ثقافته ان هو لا التعليم الفني دون. احنا عندنا في مدارس في مصر اجنبيه بدون ذكر اسمائها لما بتفتح باب التقديم بتاعها يعني بتتقفل، يعني المكان اللي هي فيه المدرسة بتتقفل من الإقبال الشديد عليه. إذن فالمشكلة مش في التعليم الفني نفسه، مشكلة في نظرتنا احنا ليه، ومشكلة لو هو بروميسنج أو لو بعد ما اتخرج هلاقي فرصة عمل هعرف أكمل تعليمي. فكل دي عوامل. وطبعا كلمة السر هي الجودة. طيب أهمية بقى الارتقاء بمنظومة التعليم المهني أو التعليم الفني إنجاز التعبير، وبعد ما نغير الصورة الذهنية، المردود الاقتصادي، المردود الاجتماعي على الدولة، كل الأمور دي بصورة أو بأخرى هي بتساهم بتخلي عندي توازن في المجتمع بكل طوائفه بكل مستوياته المختلفة والمتنوعة. عايز أعمل التشابك ده يا دكتور، وإحنا يعني دولة زي ألمانيا، دولة زي إنجلترا، دولة زي الصين، كل الدول المتقدمة التعليم الفني واخد حظه فيها بشكل أو بآخر. مش بالضرورة أكون معايا شهادة جامعية، مش بالضرورة يكون معايا شهادة عليا في الجزء الفلاني، لكن التعليم الفني واخد بشكل أو بآخر. ويمكن كنا حضرنا منتديات ثقافية بتتكلم عن ده في فترة من الفترات، اتكلموا أن يعني الدول الصناعية الكبرى نهضت بالفنيين وبما لديهم التعليم الفني وليس بالجامعيين. صحيح صحيح. طيب ده بقى نطبقه إزاي عندنا؟ نخلي الثقافة بتاعتنا بتاع الناس ونظرتها لأن ده الاختيار الثاني، أغير ده إزاي؟ هو احنا مفروض بنمشي على خطين متوازيين، خط ان انا بعمل توعيه للناس بقول لهم ان المجال ده من التعليم مجال مهم، والخط الثاني ان انا بحل المشكله اللي هي سبب ان الناس بتعزف عن التعليم الفني. انا النهارده لما اهتم بجوده التعليم الفني، هي مشكله البطاله على فكره في مصر مش مشكله كميه. مشكله البطاله في مصر مش ان عدد الخريجين يعني ازيد من عدد الفرص. لا هي المشكله نوعيه، مشكله ان المهارات اللي بيتعلمها الطالب في التعليم الفني مش هي المهارات اللي عايزها سوق العمل. انا النهارده لما اهتم بجوده التعليم واخرج المهارات اللي عايزها سوق العمل، لما الطالب او ولي الامر عارف ان ابنه اول ما يتخرج من المدرسه دي هيلاقي تاني يوم فرصه عمل، اعتقد ده جزء من التغيير. والناس كلها هتسيب التعليم العام. انا الحلم دلوقتي ان احنا الطالب بيجيب 90% دون يروح يجري يخش تعليم فني. ده الرؤيه والحلم اللي احنا بنسعى وراه دلوقتي ان شاء الله. فاحقق ده ازاي؟ هو عارف ان هو لو اتخرج اولا عنده فرصه تعليم عالي، ثانيا بيلاقي فرصه عمل سريعا غير التعليم العام اللي ممكن ما يلاقيش فرصه لان عدد كبير. فهو الخطين متوازيين. ان طيب انا يعني برضو في ربما تكون في خطوات هتبذلوها. افكر حضرتك بس بمثال صغير، اهلنا في القرى وفي الفلاحين، الزراعة، الناس هجروا المجتمع الزراعي للمجتمع الصناعي أو للمدينة نفسها، وبالتالي بقى فيه عزوف. دلوقتي فيه رجوع مرة تانية، ده نفس الكلام اللي بيحصل على المستوى والتعليمات الفنية. طيب المؤتمر بقى أهدافه إيه في دورته السادسة؟ المؤتمر ليه أكثر من هدف. هو المؤتمر بيتناول 4 محاور تقريبا. هو محور خاص بالتعليم ككل وضمان الجودة في التعليم، ومحور خاص بالتعليم الفني والتدريب المهني، ومحور خاص بالاعتراف الدولي، لان الاعتراف الدولي بهيئه ضمان الجوده ده معناه ان المؤهلات اللي احنا بناخدها في مصر معترف بها دوليا، ودي حاجه مهمه جدا. فدي المحاور الاساسيه، ودخول التكنولوجيا في ضمان الجوده. دي 4 محاور النهارده بيتكلم عنها المؤتمر، ودي في منتهى الاهميه بالنسبه لرجل الشارع زي ما انا قلت قبل الخبراء. فالنهارده انا لو قدرت اوصل بالمؤهلات المصريه ان هي معترف بها في الخارج، خصوصا المؤهلات التعليم الفني، يبقى اذا الولد لما يتخرج مش بس ده ليه فرصه عمل، ده ممكن يشتغل بنفس شهادته اللي خدها في مصر في المانيا، لان المانيا معترفه بالشهاده دي اللي احنا مديها له في مصر بره عندها. طيب وزاره التربيه والتعليم، وزاره التعليم العالي،
بالطبع انا متاكد ان في مسؤول مساعد الوزير او كذا للتعليم الفني، نائب الوزير، دوره ايه في التعليم الفني وترسيخ المفهوم ده ومحاوله ان الناس تستوعب كل الامور المتعلقه بالتعليم الفني؟ هو الحقيقه استاذ دكتور محمد مجاهد هو نائب وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني، للتعليم الفني هو الحقيقه يعني في نقله واضحه احنا شايفينها وحاسينها في مجال التعليم الفني. احنا النهارده وزاره التربيه والتعليم عامله استراتيجيه طموحه جدا للارتقاء بالنوع دون التعليم الفني، اتجاه لحاجه اسمها التعليم المزدوج، ان انا لا انا مش بس هدي مواد نظري كفايه نظري كده، لا انا عايز العملي هو اللي يبقى اكتر من نظري. هو ده اللي كان فيه ترابط وحصل في جلسه في النقاشيه في مؤتمر الشباب الاخير، الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والدكتور خالد عبد الغفار، انا كنت حاضر ده، والرئيس سعاده رئيس الجمهوريه كان حاضر ده، وكانوا بيتكلموا عن التواصل وعن الماتشنج ما بين التعليم الفني والتعليم العالي، وان ده هو القاطره الحقيقيه زي ما احنا بنتكلم عن المشروعات الصغيره دلوقتي. صحيح. طيب ده هيتم تنفيذه ازاي يا دكتور؟ هو حاليا الوزاره عندها خطه ان هم تبقى 50% من عدد الطلبه تعليم مزدوج. التعليم المزدوج ده عباره عن ان انا مفيش بقى يعني كلاس روم بيزد، ان انا مش باخد الكلام فصل دراسي، لا ده هو التلت فتره الدراسه في فصل دراسي والتلتين تدريب عملي في المصنع. اولا هو الولد بيحتك بالمصنع وبيعرف ازاي يتعامل مع الات، وبعد ما بيخلص بيلاقي فرصه عمله في نفس المصنع. وبعدين انا حليت مشكله تانية، انا الضغط عدد الطلبه عمال يزداد بزياده سكانيه، الضغط على المعدات والمدارس بقى كبير، فالنهارده انا ممكن استخدم مدرسه واحده ان هي تبقى فيها اكتر من فتره، لان الولد ما بيقعدش مدرسه اكتر من يومين وبقيه الاسبوع في المصنع. النهارده ده توجه طموح، والتوجه الحقيقه احنا بدانا على الخطوه على الطريق الصحيح ان احنا نتوجه للتعليم المزدوج. لكن برضو هرجع لكلمه السر بتاعتنا، الجوده التعليم الجودة. الفني لازم يكون له معايير خاصه بيه علشان اقدر. يعني ايه جوده؟ احنا دايما بنقول على العناصر بتاعت التعليم دايما هم بنقول عليهم الخمسه ميم، المعلم والمتعلم والمنهج والمعده لو تعليم فني والمبنى. المعلم المتعلم ده لازم يدي المنهج اللي هو لازم يكون متوافق مع طلبات السوق اللي المفروض يخرج بها الطالب او المتعلم، والكلام ده كله بينعكس على طبيعه المعدات، وبالتالي لازم طبيعه المعدات وانا بصمم المبنى بتاع المدرسه اخدها في اعتباري. يعني ايه بقى ضمان جوده؟ ضمان جوده ببساطه شديده هو ان في معايير بتتحط لكل عنصر من عناصر الخمسه دول، وفي المدارس والوزارات المختصه بتقوم بتنفيذ العمليات التعليميه، بتقدم التعليم والتدريب. ضمان الجوده بقى هو ان انا باجي واشوف هل التنفيذ ده تم بناء على المعايير دي ولا لا. لو هو اوكي بقول خلاص المدرسه دي معتمده. طب لو هو مش اوكي، في يعني تجارب دول بره بتلاقي مدرسه ان هي فقدت شروط الاعتماد، بتوقف تقولها خلاص ممنوع تقبلي طلاب تانيين، خرجي اللي عندك ووفقي اوضاعك لحد ما انت تبقي معتمده في الجوده. فهي كلمه السر الجوده، لو انا قدرت ان انا اعمل دون وطبقت المعايير والتنفيذ بيها، اعتقد ان احنا ممكن نوصل لمصاف الدول اللي سبقتنا، ويعني ممكن نبقى افضل كمان من المانيا ان شاء الله. نتمنى طبعا دكتور، شرفتني. دكتور محمد سمير محمود خبير تعليم فني وتعليم مهني، شرفتني جدا، وشكرا على المعلومات الجميله والغزيره اللي بالطبع لو طبقناها هيكون ليها مردود كبير على اقتصادنا وعلى تنميتنا وتطور الدول. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شرفتني في قناه نيل الاخبار. شكرا يا فندم. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا النهارده من هذا الصباح. يعني كانت موضوعات متنوعه ومختلفه، ومتابعين ومشاركين ومنتظرين الجلسه الرئيسيه لمؤتمر مكافحه الفساد في شرم الشيخ. بشكر لحضراتكم طيب المتابعه، بكره فريق عمل جديد وموضوعات جديده متنوعه ومختلفه على شاشه نيل الاخبار. شكرا لحضراتكم، الى اللقاء. We'll be right back.